أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القسم الثالث في الحرف، وقد مضى تعريفه وأقسامه 17: حروف الجر والحروف المشبهة بالفعل، وحروف العطف، وحروف التنبيه، وحروف النداء، وحروف الإيجاب، وحروف الزيادة، وحروف التفسير، وحروف المصدر، وحروف التحضيض، وحروف التوقيع، إن لنسخيش كذا، وحروف التوقع، أو يا حرف التوقع، چونك بيستن يك لحظة بمعنى لا بلا بلا واقعا حروف غلطة، بلا بلا غلطة قطعا، چونك يك دانا يك قدا دبي بلا حرف التوقيعي، يا حرف التوقعي توقع انك توقعي بلا، وحرف الاستفهامي، وحرف الشرطي، وحرف الردعي، والتأنيسي، والتنوين، ونون التأكيدي. إما لا شستا من يعني لا درسي شستا دا بشتواني خواهي قولي قيشتنا بشري سيوا مكوتاي كتابك كباسي حرف لا خزمة أم سرولانو دوستانو خوشويستان عارس كم أفرميت تعريفي حرف جزرة قد مضى تعريفه دتواني بغيت تعريفها دتواني بغيت تعريفه چونك هم مذكرة هم مؤنثة إيه بهاد لا درستا باعتبار هيك كلمة بمؤنث بويدا بيتوا باعتبار اللفظ كشي بهر حل بحرف بويدا مذكرة بويدا چونك حرف مذكرة اتركو لفظ كي مذكرة أفرمي بشكان شي حف دبشن إتا وكي شوين نوع نوع توضيحينا بلان بيجا ويكا دس كين بفصلي بعدي بك باسي حروف جرة نكتيك عرس كم لخزمتي إيوي قول وصر وردا وكو أرزم كدن ليش لدى السكان دا منهجي زانايان لتصنيف وتأليف كتاب نحوي كان دا يكيغنية أم كتابة وكو أرزم كدن نمونيكا استنساخيكا كوبيكا لا نحو روش منهجي زمخشري باشان ابن حاجب شلاوي قلتو تو مصنف يوم تباش لوري قلتو اوان عادتيا لسر او بواكا بين كدلن كلمة سيبشا لسيبشي جداغان دا لسيبشي جياواز دا بين بحث لتوايب الشكان اسم كان لتوايب الشكان فعل كان لتوايب الشكان حرف كان عادتيا وابوا بلام دواتر كدقاتا سردمي قوليو واقعا بلين هنر نمائي ابن مالك برحمة به او لهيج كام لكتابة كان داكا حر هموي كتابي تايبتين وكو مثلا شرح العمدة كمن نمديوا او شرح تسيلك او بخزمتي جيشتم شرح كافية او بخزمتي جيشتم لهم أم كتابان دا كهم كتابي تايبتين أو روشي نروش توا تازا إيه أو هاتوا تشي هيا بترتيب يشيكو بشيواز يشيكا لنا حدا تشي هيا همو أو بابتاني كلا كتابة كاني كي زمخشر ابن حاجب أو أنا داهن شيوازا كي غوري أصلا أو نجوة تسلوا أما بشي أول باسي اسمه بشي دون باسي فعل بشي دون باسي حرف كلي اسم وفعل لغاليه كهناوة مثلا بونمونة بشيك هر حرفي لأولا ودينة بشيك لفعل كان هل لأولا ودينة مثلا وقت اللي تسر مبتلا لسي تسر نواسخي مبتلا لباسي نواسخ مبتلا دا تشي لباري أفعال ناقصة وأفعال مقاربة وأفعال قلوبة وأوانها يهم بحزك بونمونة مثلا بفرز برق لحرف شهل يدا بعض ذكاء مثلا او ان لقال اخواتي ان او مولاي شبه بليس مثلا كأمانة لسر ملين مبتدا وخبر تأسي دادلين بعصي اواني هل بعصي ناسخي مبتدا داكلو ايه اتجابو يا بحثك يعني اوان بقولي عرض الله متداخلا تيكالتشيشن ايه
و ابن هشامش هربو شواز روشتو بلا ابن هشام لأخير دا كاري كي كردوه كام بما باللكاري هر هم مزاناني نحو قولة البيت يعني قبين تقييمي كي نقبو معنا يا أخوانا خاصة كاري وكاني كا هجنبي نع خو ابن هشامش هر كاري خوي بكو مجل كاري زاناني كش خوي ولقيتو جابوه الدم هو أم خالتان عدس كم كتأكيد كم لسر أم بابتا أبيش أويا كام ابن هشام برحمة بل أو أيش حرب جريوك ابن مالك عتو بلان فقه هي لقلبي الأخير ده كرت المغني دروز ذاك دادني ظاهرا لما كانوا سيوتي وقت ده قرته ولا رأي ده الله داستان الجلاني جزرة خلاص اللي بينشو ودوبارة كدته وبو مكا دست بركاته وبنوسين وبفاصلة تنصالك أي نسيه بلا ام كرتي كاري ابن هشام بيتشواني كاري اكثر زاناني نحو حرشن بيش اوي او كاري شركلاو مثلا وكو امامي مرادي حاتو او كاري ابن هشام كدو بلا فقط بشي شي مثلا هاتو كتابي كده باري مثلا حروف معاني ونسيوا ابن هشام هل او كاري ادامه داوا بلا باضافه اوا بريك بابت هاتو تشرو برقصيله سركدو مثلا بونمونا يا ملك تبا كاني كدا بحثي جملة من هيا بلا نك او يك بابي بيتر خان كلاب ابن هشام برحمت بهاتو يك دانا بابي داناوا تايبتي كدوا بالجملة يك بابي داناوا تايبتي كدوا بظرف جار مجرورة وا إيه وأمجا كومالا بابتي كاكا اوا دبئ او مغني وخوين نوكاري دا سر كنجا وقالة حالي بي قوري وعظمتي ابن هشام لكولا برحمتي كواب جا امشي وازا بهر حال بو مبتدیان زور مناسبه ام شوازه بلان بنسبتی کسانه که کل سروان بلان مگر کتیبی که که مفصلی زمخشری بخوینن اینا لسروا ایم حده چین و سرمنهجه که ابن هشام و ابن مالک دقیقا ایتر ام ترتیب بندی لیده تگه چه ایه جبر حال بلان ام شوازه ویستم او بلان بو استه که فقیه که تازه دزده که بنحو وفي الدبي ولا ما شوازه كي زور مناسب زور تايبتيا بلام لسروتر وقت تو دروي تسر للحودا ام شوازه دا غوردري اتشتي عجبني كتو صبحين الف يد خوند وكو ام كتابنا من بحثه كان انا خدينا ولو كان هيك اصلا فرق يعني يا خو يكشتن بلان شوازي دا باش كدني بحثه كان جوري تشكن إيه بم توضيح هوا اتينا سر بشي اول فصل حروف الجر وضعت لإفضاء فعل أو شبهه أو معنى فعل إلى ما يليه إيه؟ نحو مررت بزيد وأنا مار بزيد وهذا في الدار أبوك أي الذي أشير إليه فيها وهي 19 حرفا إيه؟ لم فصل دا باسي حروف زرد خلين كرتيك بحرف جر عوت على فيك هذا وضعت شن حرف يكن وضعت نائب عليك هي بحرف تتران شن حرف يكن دان داون أو كاردا كان بو أو كاردا دان داون بوتي لإفضاء فعل على برشيشان وراشيشان فعل أو يك يا شبه فعل يا معنى فعل بلوتي إلى ما لنسخي دروسة إلى ما تليه أما يليه يليه دروزنيا من عبارتي هكذا كم خندو إن آوايا وضعت لإفضاء فعل أو شبهه أو معنى فعل إلى ما تليه شنك تبعة ضميرك التليه داك هي أتتب حروف بيليه غلط ببيتوان شنك يلي هو بحروف جمع حكم مؤنسي هي هو غلط بس نسخي درست حسابي إلى ما تليه كتابك يوش خطان شاشيكا إيه فاعلي تليه هي أتيت بحروف أو زميلة شكبيوي متصلة زميلة منصوبة كمفعولة كيتي أتيت واني أرزي بلادري خومكم بلى ولا واقعا أريد أتيت اللي ركان ده ما كي إلا نسخي أصلي ده كومن فلا مش ممكن أوش أنا عرسكم وكو عرزم كدون زوجة أم نسخي إيراني أنا براسي مصيبة أوايا فصل حروف الجري ما وضعت لإفضاء
فعل أو شبه أو معنى فعل إلى ما تليه أو فاعل تليه هي يبو حرف أتتاني مفعول كي كهو كهي منصوب كي أتتو بو معك إيه زور باشا على ما حرفانك ما بريتي لولا لحرفانك حرفانك دان دراون أما كاريانا تشكاريكا كان دان دراون بو تشيشان ورا تشيشاني فعل يا شبه فعل يا معنى فعل إلى ما عفوا نا 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 أو ببخشن 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 نا ما يتداني الأول أو من اشتباعي كي لفظي مكر ببخشن نخي هل ويا حروف الجر وضعت لإفضاء فعل أو شبه أو معنى فعل إلى ما يليه عفوا إلى ما تليه تلي فعل كي هي بو حروف أتتواني عفوا هي تليه أتته أما يبنى أخوة من تشاوم لما ينهبوا مذاني ما الأول وهي عفوا ببخشن بلا وضعت حرفان لكن دان دلاو بو أمكاريا بلا شكاري راء شيشن فعل يا معنى فعل يا شبه فعل يا معنى فعل راء شيشن إلى ما بلوشتك تليه كواقع لبن دو حرف زر كوا واتم معنى فعلك يا شبه فعلك يا معنى فعلك يا عفو فعلك يا شبه فعلك يا معنى فعلك راء شيشن ما تليه كمنظور في منظورك راء شيشن بو منظورك إيه ذا دقتك أول اللي ردا إشارة بيج مطلبة كجي خوي بو لم فصل دا بحثي كا بلان بيان وانا بيباسي كربي اوش چيا بابتك اويا حرف زر بيوستان بمتعلق هيا خويا متعلقا باسم فعل او انا كعمل دكن يعني جا ام جار مجرورة ام حرف زرانة تعلق في دوسن او ان دبنا متعلق خويا دبنا متعلق متعلق ما بس في عاملك واتا حروف جر بيستي بعاملك كأم حروف جر ببيتا معمولك لقل مجرورك يا مجرورك البت انك حرف جرك شوك حرف جر هو محل الاعراب اليوم اما بهوي حرف جرك ببيتا معمول بوجيب او متعلق بو عامل اخوي ايه اسي كتودلي مررت بزيدين لمثال ذاك الكتاب كدايا لواقع دا بكوما جيبيكا معناه فعلك كمرارة يا مرورة چشرا و بوسر چي بوسر زيد را چشرا و بوسر زيد بو چونك بيقمان او فعلا جوريكا كمرارة كمرارة عفو ناتواني بو خوي راستو خو بروات الصرف اسمك كزيدا بلان بكوما جيبيكا لتواني او كاربكي جا امجا ام بيا كأو كاردكا لعيني حالج دا تعلق دا بصيبة يو بمرارو يعني چي يعني او ما بو دردخا كأم بزيدنا لمحل منصوب دا بيه دا بيه تمفعول بو چي بو مرارو جارو مجلوكوكو بزيد بيه او المتعلقة دلي متعلقة چونك او تعلق بصيب او تعلقي بيو بستراو وربطي بيو دراو فعلكي يا شبه فعلكي وكو مارون يا معنى فعلكي وكو هذا يعني ما بس أويتي كحرف جر بيويز ذكا تعلق ببي لبيني أو حرف جران ولبيني عاملك ده عاملك تيا جاي فعل يشبه فعل يا معنى فعل إيه أعمل نكتية كا زور زور زريفو وزور زور أستادانا أم بزرقوالا كوا باسي كردو إيه زور تشاكم ليرا كان ده مثال كان مرتب زيدين واضحة أو معنى فعلك كمرارية بهويز بيكا و راشش راو وصر زيد چونك توناتو يملاي مررتو زيدا تعولو و بيقومان او بيليرن بي معنى او جملة كامل الله بيدروز درنايا او انا ما رمي زيدين و شبه فعلك راشش راو بهويز بيكا و بصر زيدي هذا في الدار ابوكا اها هذا في الدار ابوكا استي الليل دا ما بس با في الدارية لواقع دا اگر ما بس ما او بي تعلقي بس بي بتشيوا بهازاوا اي الذي اشير اليه فيها چونك اما همانا او بحث لنحو دا هر شتيك هر اسمك هر كلميك معناي فعلي هبه دتوان جار مدو تعلق بيه وبسته وكلوانا مثلا اسم اشارة دتوان تعلق بيه چونك اسم اشارة دا اللواقع دا معنى فعل هي وكو أشيرو به إيه ذرتك مثلا أواني كمعنى فعل ينتدعي ظرفتياتي
چاولێ عەرزی برادری خۆمەکەم جاری وای جارمە جوری تیاتی حرفی ندا تیان دا لە واقعدا ئەمانە مانای فعلیان تێدایە زۆر بەجێیە مرات بزيد انا مره مزيد هذا في الدار ابوك ايه جا في الدار تاع الروضه بس بهذا وابو دبيت خبر بهذا او الذي اشير اليه او كرام اشارتي بو كان فيها لدارك دا هاك بو دارك تتو و 19 حرفا نونز حرفا ايه زوت شاكا يكيان من وهي الابتداء الغايتي لزوربي سرشاو نحو كان دا من لبيشو ديلن بو چونك من سركيتين حرف جره پێچەوانەی ئەو شتێکی ئێمە لە بڵێن لە عواملی جورجانیە دەیخوێنین کە بەیان لە پێشەوە هێناوە لەو کتێبانەدا کە زۆر سەرەکین لە نەحودا من لە پێشەوە دێنن بە دەلیلی چی بە دەلیلی ئەوەی من سەرەکیترین حەرفە لە بڵێن لە ناو حەرفە جەڕەکاندا ئەچێتە سەر کۆمەڵە ئیسم کە یەک حەرفێکە ناچێتە سەریان مەسەڵەن بۆ نمونە عزیزی برادری خۆم کەم دەچێتە سەر کۆمەڵە زەرف مەسەڵەن بۆ نمونە چێتە سەر قەبل و دەچێتە سەر بەعد و کە هیچ حەرفە جارێکی ناچێتە سەری ئەرە وەڵڵا قەتعەن وابزانم بۆ عیندە و ئەوانەش هەر ئەو دەچێت ئەوە ئەلفەزەوە مطمئینم ئێستا بەڵام شتێکی وام لە زێهندا ماوە کە بۆ بڕە زەرف وەکو عیند و ئەوانە هەر فەقەت حەرفە جەر دەچێت حەرفە جەرێکی وەکو مین دەچێت اینا او کانی که مثلا بیو اوان ناتم ايه زور چاک جا افرمه و هی الابتداء الغایتی بو ابتداء غایت ايه و علامته ان يصح في مقابلته الى الانتهاء الغایتی نحو صرت من البصرة الى الكوفة ايه علامتي ابتداء غایت جارب ابتداء غایت که او بلین غایت بمعنى كوتاية عن نهایتی هرشتك بيلن غایت وبمعنى موداج بكار دجيري شون يعني فاصلة بين دوشت استيت ولا إلا بصرة شون بو كوفا أم بيني بصرة تا كوفا أو أن دازو ما ويا دتواني بجول غاية إيه زور تاكا جا أمتا لما كان بكار دجيري وكو مثال كتابك صرت من البصرة إلى الكوفة تيجي مكانا وبو زمانش هر بكار دجيري بلان بصري كان إنكاري أكن دلين ابتدائي غايات فقال لما كان دا لا بلين لزمان دا نية لواقع دا وان وادلا ازر ساكا علامتك شي تيا علامتك اويا دروز بي لبرابري من دا الى دا بني بو انتهاي غايات لبرابري دا يعني دلن لهر شوينة كان من بو ابتدائي غايات بو اويا كدروز بيت لبرابري دا الى دا بني وكو مثال اكتبه كسيرت من البصرة الى الكوفة ايه منك دلالة دكا لسر شروع مسافتك غاية أو مسافتي أو إلى كا دلالة دكا لسر كوتاي مسافتك يعني أو مسافتك من روشتم أولك بسربو كوتاي كيكيبو كفبو إيه پس ليرة دا غاية بمعنى بعد ما بين الشيئين تفصيل بكيت أو زوج وان درده أو دوري بين دوشت دتواني في بلغة أو أجا أمزا أو أولي دبي آخري دبي وكاتيا وأمزا نكتة ك أجزي يوي بريز وخوش يسي كم أويا ك يوم دتوانين أو أولا بالنسبة أول شو ك للزمان دابت مثلا مثالي زو صعد دتواني بلي صمت من يوم الجمعة إلى يوم الخميس أو زمان شا ابتداء كل زمان دا التاول ابتداء انتهاءات كل زمان دا اشكالي تي لان قصي كوفي كان درستا وام جا جاري و بمحزي ابتداء دت انتهاء تي لانيه اما النكته هيك شلون جاري و فقط بو تدت بو ابتداء غاد انتهاء لغلدانيه بلان لغلوشا فرضا اشکالی تدا نیه لبرابر یا به انتهای غایت کاملا لگالی نیه. و کزور زور ساده مثالی مشهور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تاولی ایت اللي رکانه دا قطعا انتهای تدا نیه. آها چون اعوذ بالله یعنی التجئ الیه. تاولی
اتل لدواي ده دبيني مثلا إلهي جنيه لو عقد على ما يعني ذكري حرف قبو تلا غات كبو انت غاتي لقال الله نبي شيء كتلانية أوش أو معناه يوم وليد تبيني بو تبينه تبين شيا تبين أمرك مبهم هيا شتك هيا جونجا نا معلومة نا مشخصة نا ديارة تود يعني بو منا تبيني أكي يعني أوشتا كإبهامي لسرو برديكي بسرويا او پرده لاده بیو ابهامی او اشتنا معلومه کشف دکی لاده بی مین او کار دکم و علامتو ان یصیح وضع الذی مکانه قولی تعالی فاجتنب الرس من الاوثانی نشانه کشی اویا که بگنجه دروز به لفظی الذی باعتبار مذکر یا الذی باعتبار مناسل جگه که دابندرد و کم آیتا فاجتنب الرس من الأوثان إيه دقتك لبيش هو اسم الجنس يكدي كلم عن هذا نكيريا رجز يعني بي سي باليدي باستي خوتاني لابا بارز دماء مبهمة چون كان رجز يعني أوشتانا كاريسن زورا خوداني كل دنيا جا أنجا منك دي رنگ او کار دکرد. چه دکرد؟ بگو من او ابهامه که لسر رجس سیبری کردو او مینه او ابهامه لاده با. دقیقا تمیز لکخوین من ایج رفعی ابهام دکرد دقیقا خو تمیزیج لتقدیر و لمعنه دا امینی تبینی لگلا أعمل نكتيك جاء استمتلا من الأوثاني خوب باريزن لباستيكا لباليديكا لو بيسو تشابالية بيسو تشابالكا تشيا وثناكان ما يعبد من دون الله أوثان جمع وثنا وثن وام لبيلة لمفردات راغب لذلك ما يعبد من دون الله اشتكي آوام لبيلة إيه تاولي او مشخص بو کلنا و پلیدی و پستی کدا فقط یک شد ما بسا که ایچی او ثانه ای ریس الذی هو الاوثانو او وادر دکر ای ریس الذی هو الاوثانو او حاشیه بیو زمیمی کتابه که کلاب اینا او لاصل کتابه کدانی الواقع دا یعنی پستی و پلیدی کیوا و پیسی کیوا که او ریستی و ثانه کن اوانی که پرستش دکرین که جگه خواه دگنه و بو مروفکان یعنی جگه خواه رب العالمی دگنه و نعوذ بالله ولی تبعیضی و من بو تبعیضی جده و علامته ان یصیح وضع البعض مکانه یعنی دلم منکی لابری لفظی بعض دامنی در جگه که وقتی معنی که تگنه چو او درده که که من بو تبعیضه طوله خستو من الدراهمی کومالا پارته بشي كل دقري دل خص من الدراهم يعني بعض الدراهم أو أوش أو وباشان وزائدة وزائدة أم من زائدة جدا بعد الكلام ده أني كزائدة متعلق نابس بشتك فقد اسمك بباري لفظ مجرودك غيري مجرود كدني اسمك يتي هيك كاريش كنا كلا وقعد تعلق بشتك ونابسته إيه سأقول يعني او من النقش نابل لو كببيكا مفعول بوتي بو او عامل كده فيش خويتي جا بيش او توضيح بدم او جبلم كوقتك حرف جرك تعلق ده بس تبع عاملك و بمتعلقك و لمحل منصوبة علماء اصطلاح كتابتين لو يضلن اسم مررت بزيدين مرد تعدي كدو برو مفعول كزيدا بلان بخوي حرف جروا بونو عم مفعول ده لما مفعول به غير صريح يعني كاتك فعل راس توخو ببيكو مجي حرف جر مفعول جر علماء زوت بي ظن مفعول به صريح يعني هو مستقيم وراسخو مفعول خوي قلتوا ونيازي بشن بلان او فعلانا يا او شي بفعلانك كبا واصيتو كوما جرتن
لحرف جر ومفعول لجرن بمفعول كان لا مفعول به غير صريح جالو شو ندا كمين يا بي يا هر حرف يجيك كزائد بون إتر جار ومجرور كان نابيت محل منصوب ومفعول به غير صريح بو عاملي كلبيتي وتشوك اصلا تعالوا لا مثل عامل لك وتعزو إيه مثلا شون مثال ما بو بحزك وعلامته ألا يختل المعنى بانتفائه نشاني زائد بوني من أويك كمعناي الجملة مختل نبت تولي خللك تدارون دا إشكالك تدارون دا بانتفائه بنبوني منك هي انتفائي ستوبو منك بنبوني بنبوني منك اختلال چێشەیەك بۆ معناکە دروست نەبێت لە واقعدا ئەوە وایە بەڵام یەک تۆزیحەکە پێویستە بێگومان ئەمن هەمیشە لەوانەدا تعبیری زەمەخشەری و ئیبن هیشام پێجوار ئیبن هیشام دەڵێ لەگەڵ زائیدە قەیری تەکیدن لەڵەوە زائیدەتەن للتەوکیدی مەسەلەن ئەو زۆر جوانە يا زمخشري اصلا لو الاستفاده انا كا مثلا دلي مثلا دلي سيليه زور تايبتي سيليه بو چونك تعبيري زائده زود روز زرنا بتايبت كام حرف جرانا بشي كي زور يعني القران دا وكو زائده يعني زائده عبارتها كعباره لو يعني بيكاربين نا بيكارنين يعني زائده بونج ما بس ما بخوي معناها كلا معناها كان نك هيك كارغنيه بو چونك مثلا بونمونا مثالك أمر لها دينته من هلا مثالك تبقى بيلم ما جاءني من أحد يعني أجب بهن لأصل أعواب وأصلكي إما تأكيد ما هي تأكيد دوج ولا تأكيد لفظي تأكيد معنوي تأكيد معنوي وكو خير من بكومل ألفاظ مخصوص ذكرية وكو كل وكو عرض برادري خومكم نفس عين كلاو كلتاو او اجمع واكتع امانه خلاصه كلام تاخوارو تاكيد لفظي تكراري لفظة يا تكراري جمله ايه اذا ما جاءني من احد الاصل ما جاءني احد ما جاءني احد اصلا جمله دوم كجمله تاكيد ابو جمله اول حذف لكي من اجدادني لو وسط ده يعني من جاي او تاكيد جمله دغريته ولا بدا على واقع او بابتك اوه بابتك يا اصلا جي تأكيدي مفرد بيرد بلاي اصلا كي ما جاءني احد چونك كأحد فاعلة دتواني تأكيدي او فاعلة بكيتوانا او تأكيدك لا دبيتو منك لا دني ليه فس كاري زوزور قولة لك عني زائدة ومخوي معناها نك او بهز معناها كي اذا بوي او تعبير زو تعبيرك دروز درناها لواقع اي باشا وكما جاءني من أحد جاء أم جاء بلاي زناني بصري وأفرمي ولا تزال في الكلام الموجب خلافا للكوفيين أفرمي مني زائدة لكلام موجب دا زياد نابت يعني لكلامك كمصفد بي زياد نابت واتا دبي لكلامك بمن في بي برز ابن هشام هزار رحمة لقبري لروحي أفرمي شتي زيادة بوني سشتا يك اولا دبي لو جملة دا كميني زائدة قرار لقلي ابي نفي يا نهي يا استفهام بتعب البحل انا بقي كنا اعاوة قزر ابي كوبي الله نفي شبه نفي ايه واتا كلامك من في بيت جايا اداة نفي تلابي كلامك يا نهي تلابي يا استفهام بتايبتي بهلي ترابط أما يك باشا شرطي أول أوك تقدم نفي أو شبهه أو دبيل لو كلام دا لبيجمينا كوا نفي شبه نفي قزنا بيو هاتبت أما يك دو وأو اسمك بو من مجرود بيو إما دلين زائدة دبيل أو اسم معرفنا بيو نكي او اسم معرفة نبي او نكيرة بيت او الدو سي و او اسمك ابو جورة زائدة بيت يا فاعل بي يا مفعل بي يا مبتدا بيت ايه
يصير إلى ده يجمع سالي بومي هنا وتوانا ما جاءني من أحد، لما الأصل أحد دقتك كلامك موجبني ومنفية شو كها ما ينفي جزراوة. باشان أحد نكيريا وباشان أحد بخوش فاعل بلام طبيعة كوفية كان يكشت جان لبشت أنا قبولني جانبوية بستين آدم زور لسرين عرم أم همو بابتانا همو قتو من لسر مغني بويا ليرادا دمي كرتيك يفتتا بولم إيه. وأما قولهم قد كان من مطر و بلا شبهه متأول متأول. وأما قولهم جواب بو إيرادك إيرادك من ليه جيري إيرادك أويا كدلن إي زور باش رحمة لباب داتو وتت بلين من لواقع دا لكلامي موجب دا زائدنا بده بمن في بيه ديو عرب دلن قد كان من مطر من زائده يعني وقت بارانك دباره دلن ولا باري قد كان اوي اصلا كي بلانوا قد كان مطر بارانك باري بارانك بو إيه. لردا دبيني من كذا إلى كان تامة البته عزيز برادري خو مكم ناقصانية يعني باران يقبو باران يقباري اللي ركان دا دبيني مطر من كذا إلى لسريو كلامك من في جنيه وكدبيني على أو كعرب دلين قصي عربا قد كان من مطر وأوجوك أوي هل قصي كبير متأول ما دارا تأويل يعني يعني تو بباري لفظك إذا مرو أما باري الظاهري قضيك لنظر مقرأ باري الظاهري قضيك مرو إزول باشا أي أو دلي اشتاق لأرادة اشتاكت يا أرزي خوش يستامكم لخصمتانا كومالك جوابين هيبون بابت يك اصلا دکره من زائده نبید چه در زائده والا من گوتر عز بید ایوانیم بلا یعنی هندیک بارم باری زور نباری براک بارم باری اما یک دو اصلا دکره دو بار زائده نبید حالی بی طبیب و طبیم بید یعنی او که قد کنفین شتیگ روی دار چی روی دار من مطر اشتكر ده باران بو باري سيكي جوان يا اصلا من زائده بلان اول ورده ده كلامك شبه منفيه وبو اوي مطابقه يكبه لبيني سؤال جوابك ده دبيني مطابقه بين السؤال والجواب كذا لم من استفاده ذكرت شلون عمل اصل الضله كابلا لتولى برسي هل كان من مطر او لا زائد بني من كدرس شوكا هل تدا اول جمله كذا كابلا ضله هل كان من مطر الا باران باري اجا باري بتضله قد كان من مطر بوي مطابقي بيني سؤالك لقل جوابك ببيت لوقدا منك زائدة كليلة دا بلان بم وصفه ككلامك لا صلاة وقا منفية شبه منفية البتا چونك لأصل الله لسؤال سائلك را حلك إلى تلاه آمنك تيك حائز أهمية أمتي كش بخوينينو بيستن وإلى وهي الانتهاء الغاتي يشي كلا بخواه لبركتي بدا بومين وابزانم يا سيدو معنى هنا ويا بسيدو معنى جا تو تو فرزن دو سيو مشان لا بدا خود دا معنى هل هي ايوانيا وإلى وهي الانتهاء الغاية إلى بو انتهاء غاية بلا جا أم جا عجزي برادري خونكم جا رواية ما بعد إلى داخل دبل ما قبل كانت يعني حكمك كهيا أو حكمة
جۆرێک کە دوا ئیلاش دەخاتە ئەو حکومە کە بۆ پێش ئیلاهەیە و ئێستێ بۆتان دەڵم لێرەکانەدا کەمامەڕە وەکو گوزەرە ئێستا لێم میسالەیەکە گوزەرە واضحە میسالەکە کامە بوو سێت مەسی لە الکوفەتی ئێ زۆر چاکە دا لێرەدا دیقەت کەم دلو بمعنى مع قليلا كقوله تعالى فغسلوا وجوهكم إليكم للمرافق أي مع المرافق أما كوتاي درسك معنا بلا أو توضيحة بابو بدم توضيحة كبيرة من خدمتنا أو يا دلين إلى حندزر دوا إلى داخل دبت لو حكمك لبيش إلى داهية يعني بيش إلى حكمك يا جاري وايا اصلا واردنا به داخلنا به جاري وداخلنا به مثلا بونه مثالي كي قرآن تابو يرواني عرضي برادري خومكا لبعثي آياتا كاني روجودا كا دفرمي ثم أتم الصيام إلى الليل جاء ألي لدى بزانن فيربوني نحو تند ضروريا ثم أطم الصيام إلى الليل أما أجل بو انتهاي غاية الليلة دا بلان بم وصفة صيام داخل بي لو حكمة كابو بيش إلهية كأتموا تشيل لسر دي لمعنى دا أي أجل داخلنا بي تشيل بسر دي أجل بلين أو حكمة كالبيش هو إتمام صيامك يعني رجوكة تاوكا أقبلين داخل به ثم أتم الصيام إتمام صيامك وحكمك يا أجل ليلة كشبين داخل بكين بوبيج إلى كك أتم الصيام يا تشيلة بسد يعني إيه ورجوك تان تواوكن تعشوا يعني شيء وشيء لقى برجوب يعني أو كاتوا لدي فقد رجو شو رجنا بالشيء وشيء لقى ضابط بلا ألي لدى ألين نا دوا إلى داخلنا بالفيش إلى دا وقت داخلنا بو إيت دليتي علي رجوكان تام بقرن تاكي بقرن موداك البودادنة مداك البودادنة تاشو يعني بهاتيني شو رجوكي روش تواو جاو من بحثي تواوم كدو لسري لمغني دا أما كرتيك تام بودالام إيه بلان اگر او داخل نبو اگر داخل بو ولا او حكومه كبو او اسمي بيش الهيا بو يدوا الهج دبت مثلا او اختدلين بمعنى معايا كم آية مباركة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اي مع المرافق يعني كي اني دقتك ليرة دا اگر اله داخل نبو مرافق بو بيش الهك كغسل وجوها تقولي اولا دمو چاوکان تام شنو باشو انجو ايديكم دستکان تام شون كغسل ايدي وجوها حكمه جاي پيشو دستکان تام شون تاكي بشون دارا شو عيد از دچو ويا لفنجو دست بيركا تاچوي تاشانت نا والله الى المرافق تا انيشك يعني انيشك الى قلدا نبت او اقبو انتهي غايد بي بوجو ركب دوا الى داخلنا بي بو بيشيلا ايقا داخل بو لأولي دستانه بيشون أنشككش لغل دارشون كهو كل فقه ده هروا قتراوا شوريني هنشك أيش هل لغل شوريني دستايا أو ألي ركان دايا كإصلاحي كي كايا بو أم بابة نحويا كمن بيان باجنة ليدا بكاري بقلم لشرحيش الزور دا بحسن ليك دوا إن شاء الله الرحمن ليدا جوتان ليدا بالواقع دا لقال شويني دا لشرحي الزور دا بابتك إيه زرت شاك إتر كتاي بحثو دعاء بخيرتان لبيرنتي خوي جودة تفق بارا ملاك دا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.